الهيد دوت بي اتش بي يجب ان احنا نتعامل معاه على اساس ان المستخدم سايند ان، لان انا هظهر في الهيد ده المنيو بتاعه المستخدم اللي هيكون فيها الايمج بتاعته اللي هي متجاب الاسم بتاعها من قاعده البيانات. فاذا انا اكيد هعمل كونكت مع قاعده البيانات، لازم اعمل انكلود لفانكشنز دوت بي اتش بي جوه البادي سيكشن عشان هبدا اكتب بقى كل الاكواد بتاعتي، وهعمل تشيك بتاع هل لو المستخدم سايند ان ولا لا زي ما احنا متفقين عليه. وهنا هكتب end validation block، وهيكون بيسأل على الكوكي is set cookie of id. لو كان في setting للكلام ده ابدأ اعمل الشغل بتاعك عادي لان المستخدم signed in. اول حاجة هفكر فيها دلوقتي ان اعمل connect مع قاعدة البيانات، فهقول con بيساوي connect function، وبعد كده هقول المتغير اللي اسمه id هيساوي الكوكي اي دي. ولو انت فاكر الاي دي ده هو اسم الايمج، بس انا هروح لقاعده البيانات اجيب مين، اجيب الاكستنشن بتاعه الايمج. مظبوط كده. في واحد ممكن يريح نفسه من القصه دي ويقول للمستخدم ما ترفعش الا صور جي بي جي بس، وهو ده سر لما بيكون السايت بيقول لك ارفع حاجه معينه بالاكستنشن المعين، بيكون هو مستخدم بقى هنا الاكستنشن ستاتيك على طول، بيضيف لاي اي دي الاكستنشن جي بي جي. هعمل جملة الاس كيو ال بتاعتي اللي هي بتساوي select الكولومن اي دي واكستنشن from users where الاي دي بيساوي الاي دي. وبعد كده هنعمل متغير اللي اسمه result بتاعنا اللي متعودين عليه، اللي بنحط جواه الماي سيكوال اي فانكشن، الماي سيكوال اي كويري فانكشن اللي بنديها الكونكت وجملة الاس كيو ال. وبعد كده هنعمل اللوب العادية بتاعتنا بتاعت while كان الرو بيساوي ماي سيكوال فيتش اسوشيتيف اوف ريزلت. اطبع لي بقى او هات لي بقى اللينك، حطها لي اللينك بتاعت الايمج، حطها لي في متغير اسمه بي اي سي وايل كان، وايل كان الرو بيساوي الفانكشن بتاعت ماي سيكوال اي فيتش اسوشيتيف او فيتش اسوك. وعرفنا ايه الفرق ما بينها وما بين فيتش رو. فيتش رو بيرجع لي اندكسد اي، ولكن الاسوك بترجع لي اسوشيتيف اي. بنطبقها طبعا على ريزلت. ممكن في واحد يقول لك انا مش عايز اطبق على ريزلت، مش عايز اعمل متغير في الاساس اسمه ريزلت، انا هحط فيها الفانكشن بتاعت ماي سيكوال اي كونكت بحيث ان هي هيبقى شكلها كده. كده مفيش مشكلة، انت كلامك مظبوط كده، انت تبقى ماشي صح. ولكن عشان الكود بتاعي يبقى ريدابل او يبقى مقروء بشكل احسن، فانا بعملها بالشكل ده. وجوه هنقول البيكتشر نيم كانت بتساوي رو اوف اي دي، والبيكتشر اكستنشن بتساوي الرو اوف اكستنشن. الكلام ده اتكلمنا عليه بالتفصيل قبل كده. المتغير بقى بتاع البي اي سي اللي انا عايز اشيل جواه اللينك بتاعه الايمج، فزي ما انت فاكر كده احنا كنا عاملين فولدر اسمه users pic users hyphen pic، وبعد كده السلاش بتاعتي اسم الايمج ال pic name، وبعدين اجمع عليها الدوت، وبعدين اجمع عليها الاكستنشن pic ext. في الحالة بتاعت الالس بقى هنا لو كان المستخدم مش عامل sign in، فهقول else وهنا not signed in as a comment، هعمل ايكو protected content you have to sign in، وهديله اللينك بتاعت الساين ان بيج.